لي سنة يعني قاعد بعاني من في من رجل وفي ألم في رجلي ووجع ما بنامش في الليل يعني وها. حتمشي لا حتلعب رياضة لا حتروح على نادي لا حتحمل وزن ولا حتبدا تروح على الصيد خوفا لو من الاعتقال. ممكن لو انا صاحي في البحر في المناطق الشمالية او المناطق الجنوبية ممكن يعتقلوني، لانه بقول لك انت واحد ارهابي، كنت بتدعي انه احنا ارهابيين انه احنا جينا على الحدود نطبش على الجنود احجار. Thank you.